في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعة والصناعة خاصة الصناعات الدوائية والكيماوية، تلقى وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمة تقريراً حول مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لاستخراج الأملاح والمعادن من المحلول بشركة النصل للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعة الكيماوية. واستعرض الوزير المشروع بمراحله المختلفة وخطوات تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف للاستفادة من المحلول المر بإقامة مجمع صناعي لاستخراج الخامات عالية القيمة بطاقة إنتاجية مستهدفة سنويا تشمل خامات العديد من الصناعات الكيماوية والدوائية وغيرها، وكذلك تطوير منطقة الملاحة في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء.